السلام عليكم، معكم عائشة ملقبة بهويا. أنا جمعت البيت اليوم، طيبت الحوت وتقديت، درت روتيني اليومي، ولكن تمحى لي الفيديو وشربت الدواء ونعست حيت كنت مريضة. المهم أنا كنشرب هاد الدواء، يلا يلا مشيت للطبيب. هذا دوليبرام وهذا تي قوي. يلا شريت جوج كيجيو في بطل واحدة، هما كنشربهم. بغيت نتبع مع الطبيب ولكن ماشي دابا، دابا ظروفي صعيبة. المهم انا في واحد الحالة خطيرة جدا، قلبي تبقى يضرب. دعوا معايا ربي يشافيني. انا قديت البيت، شوفوا كيف شوفوا هذا البيرو. كنا ناعسين انا وبنتي، يلا فقنا دابا. الفراخ دايرهم في داك الشرجم الفوق، الفراخ دايرهم في داك الشرجم. عندي جوج فراجم هنايا، هذا كبير وهذاك صغير. الفراخ دايرهم تما حيت كانوا كيرونوا ليا البيت. تقديت قبيله وجبت الخضره وداك الشيء، وبغيت نوريكم. مع البارح صورت مع، شوف ديك الاذاعه صورت معها البارح، ودوروا معايا وتقديت اليوم وكل شيء. نتوما شريت كل شيء، صايبت اليوم الحوت، شريت داك الحوت الكبير وصايبته للغدا. دابا ما نقدرش نطيب لكم شي حاجه، نديرها كيكه نخليها في الطربيه. داك الحوت الكبير ها هو، شوف تغديت بيه واللي وشاط لي. كتعرفوا داك الحوت الكبير شريته وقليته بالزيت، غطيت شريت داك الحوت الكبير وقليته بالزيت. او معايا مغطيه الليشه. صايبت اليوم هذاك الحوت كبير، شوفوا عجنت الخبز ها هو عجنته، نحطو هنا. الله اكبر، صايبت شلاضة. هاد الشي صايبته في الغدا، صايبت شلاضة رشت درت بالخيار ومطيشة فكوس. المهم مسحت الثلاجة اليوم، درت لكم روتيني اليومي، مسحت الثلاجة، مسحتها بالخل. هاهي كتشوفوها نقية، صفت خزو هنايا ومطيشة وداك الشي، فهمتي. درت روتيني اليومي، مسحت قديت، درت كلشي. في الاخر مشى ليا الفيديو. دابا غنصايب لك، غنصايب كيكه. انا ما عنديش داك المول ديال الكيكه اللي داير، ما عنديش، وغنحاول انا نديرها غير فلاطه. نصايب كيكه غير فلاطه، شعل الفرن المول ندير تحت. انا شعلت الفرن، انا نبدا نصايب المقادير حداكم. نقطع الفيديو باش يكونش طويل. نجي معايا هنايا وهنا باش نصايبوا المقادير هنا. شتي نخويه البلاصه باش يوم غسلت ومسحت وكديت وكلشي. صايب العصير ديال الليمون، درت لكم واحد روتيني واعر، صايبت فيه عصير ديال الليمون، صايبت كلشي. في الاخر مشى ليا الفيديو، حتي تعصبت وانا نشرب الدواء وانا نعس، طلع ليا الدم. قلت ضربت على داك الفيديو تماما، في الاخر ما طلعش.
ماشي مشكل. كيما كتشوفوا الداخل سبحان الله، قبيله وريتكم شحال من طريقه. جبت باردو صحيه الكاميرا، الله يعطيني الصبر معاها وصافي وحق الله. هانتوما اليوم شريت التومه ونقيتها ودرت هنايا، بديت كنعاود لكم شحال من حاجه. درت التومه هنايا، هذا راه الزيت درت فيه التومه، يعني التومه ما تبقى لي مده طويله، ولا بحال دابا طيبت كنخوي غير الزيت. هايا شديتها ونقيتها ودرتها في هذه القرعه هذه، شوف رقدتها في الزيت، ونبغي نطيب شي حاجه فيها التومه كنخوي الزيت ديالها. هذه دي الزيت ديال الحوت شاط ليا، درته في هذه القرعه ما كنلوحاش انا، درته في هذه القرعه عاوتاني. هضرت لكم على الليمون، ممكن نشري الليمون، ملي كنشري الليمون ما كنلوحش هاد الوراق، هاد الوراق تنديرهم بحال اتاي كنشربهم كنطيبهم. بعض المرات كما كيكونش عندي النعناع كندير هادو. قلت لكم راه انا فاش كنشري الليمون وريتكم عاوتاني الفيديو اللي درت الديسير عاوتاني فاش جبتو، فهمتوا الديسير فاش جبتو غسلتوها وريتكم كيفاش كنغسلو الديسير وكيفاش كنحطو هنا. درت كلشي وحق الله، ولكن مشى ليا راوتيني مشى ليا، ماشي مشكل. دابا غادي نطفيه. شنو بغيتي؟ بغيتي الما؟ ياك المهم دابا غنبدا نصايبو في شو سميتو، غنبدا نصايب لكم في الكيكة. بقاو معايا نوجد المقادير حبيباتي، بقاو معايا. ناخدو هاد الإناء هذا، ربعة د البيضات نديرهم، كما كتشوفوا عندي هنا ربعة البيضات. الله اكبر، عندي كاس ديال الزيت، كاس الزيت عندي، نص كاس ديال السكر، عندي فاني ديالي، عندي فاني هاد كيكة على شكل حلوة. المهم دابا تشوفو كيفاش غطلع، حيت انا باقي ما عنديش داك المول ديال الكيكة، باقي ما عنديش دابا نشري. عندي هنا واحد الحامضة، عندي هنا واحد الحامضة، غادي نحكو واحد الحامضة بحال هكا. Yeah.
كتجي فيه النكهه ديال الحامض، كتجي زوينه. شوفوا اخواني نبدا نخوي دابا في الطحين. صافي تبقاو تحركو جيدا بحال هكا، تدمجو داك الخليط بحال هكا، تبقي ندمج مزيان مزيان مزيان. ايوا بقاو معايا، تبقاو تحركو مزيان بحال هكا. شوفو ديالنا ها، شوفوا باش نجيب الليمون دابا. لا يا ربي بلاتي نديرو خميره. انا درت الخميره قانا، نسيت الحليب. الحليب نديروها شويه شويه، تقريبا كاس صغير. نجيبو مول كما كتشوفوا. انا جبت هذا المول، انا ما عنديش الزبده، دهنت بالزيت، ما عنديش الزبده سالت ليا، دهنت بالزيت، دهنت المول، دهنته بالزيت بحال هكا. نتوما بحال هكا صافي. نبدا نخوي داك الخليط، نخوي باردو سمحوا ليا، يعني خصني نهبط هادشي مزيان.
هذه ديال الجاج جاتني ثقيله باش نهزو يد وحده. لا لا سيري سيري بنتي سيري. صافي قوم معايا تشوفوا التقديم نديرو في الفران. دابا كما كتشوفوا حنا درناها في الفران، خلوها في الفران. نقول لكم واحد الطريقه ديال لي ماسك. المهم شي داك الشيء اللي كيشط ليا من كيكه كنديرو في وجهي، علاش؟ فيه البيض وفيه الحامض وفيه الطحين مزيان للوجه، نديرو بحال ماسك في وجهي. بقاو معايا نجمع هادشي، نجمع الدروينه وندير هاد الماسك. بقاو معايا الدنيا جمعناها. انا لا اله الا الله محمد رسول الله قل اعوذ برب الفلق. انا هاد الايامات انا عمري ما مرت نهار الشهر رجع راسي تيضرني، فهمتي؟ حياتي تبدلات ورجع فيا الاعصاب اكثر من اللي كانوا في الاول، ولكن ماشي مشكل. اهم حاجه هي تحسوا الوضعيه. شوفوا هاد الشيء اللي شاطلينا ديال كيكة. قوم معايا خوتي بنتي نديرو بحال الماسك فوش. فراسكم اتاي كيحيد الهالات تحت السوداء، اتاي ديال اتاي اللي كنشربو عادي. كيفاش كيشاد لي داك الوراق ديالو فاش كيشادو كنشد لانجيت كنقطعو وكنطيبو بعدا حتى كيسخن وكنحط فيه لانجيت وكنخليه. من بعد كنجي ندير كديريه وهو سخون كديريه تحت عينك، ماشي سخون يحرقك، سخون يعني ما ديريهش بارد، سخون وتشوفي الهالات السوداء كيفاش كيتحيدوا والدم تبقى يدور هنايا. جربوها. ريتاج خويا داكشي في الارض بنتي وما نتفاهموش. ريتاج خويا داكشي في الارض درته هنايا باش ما يكونش كماش. المهم بما طابت كيكا ونشف لي وجهي ونوريكم التقديم، نوريكم حتى وجهي ملي غنمسح. كيكا طايبه وجهي باقي ما طاب. هذا الشيء هذا اللي كتشوفوه خصو ينشف حيت كيجي بحال الماسك، خصو ينشف. غنخليه ينشف ما غاديش نوري حتى ندير لايف وتشوفوا وجهي في اللايف. غادي ندير لايف في العشيه عاد دابا شويه نصلي العشاء وندير لايف. كنديرو في انستغرام، تدخلوا لهويا مستار عندي في الانستغرام. دابا الكيكه راه طابت غنحطها. كتجي زوينه بالحامض شوفوا الكيكه ديالنا راه طابت. نجبدو نقطع في ريحة زوينة، في النكهة ديال الحامض ديال هذا ديال الحامض. ها هو حكيتو فيها. أنا نحطها دابا باش متتحرقش ليا. أوف عندي داك ديال باش كنهز ولكن هاد فين درتهم؟ هادي بنتي والله
هادي بنتي هانتوما شوفوا هاهي نخليها تبرد شويه باش نقلبها في هذا نخليها تبرد شويه باش نقلبها في هذا نو انا ما غاديش ندير طبسي باش ما نضيعش ما بغيتش غير خصني نقلبها قدامكم ما بغيتش زعما نقلبها في الطبسيل باش ما نديرش قوه المواعين ولكن غنقلبها في الطبسيل يعني معايا السخونه دابا السخونه بسم الله فو ما قطعتهاش تقدري تزوقيها بالعسل تقدري ديري فيها الشوكولات تقدروا تزوقها بالديسير فهمتي بزاف د الحوايج تقدروا ديرهم فيها انا ما بغيت ندير فيها والو بغيت ناكلها بحال هكا حيت عندي الكوك والكوك عندي قديم ما نقدرش نديرو حيت الا بغيت ندير الكوك على الاقل خص يكون عندي كوفيتير ولكن اختي عندي واحد كوفيتير ولكن انت انا تبان لي هكا احسن فهمتي نمشي نفزق هذا المول باش ما يتحب باش ما يلصقش لي داكشي المرجع قطعها ماشي مشكل او ماي جاد كتجي شوفو كتجي لذيذة جدا وحق الله ديالي هانتوما كتجي فيها النكهه ديال الحامض كتجي زوينه ديالي ماما كنتمنى انها تعجبكم ماما ديالي ها ديالي انا المهم ها هي كنتمنى انها تعجبكم ديالي انا هاك يا بنتي راه سخونه راه خصها تبرد تشوف كتجي بحال كتجي زوينه ها شوف اما ما دار ما نقولش لك جديده وجهي انتما كتشوفوا الماسك اللي درت زوين تنسالي ونمسح وجهي ماشي مشكل كنتمنى انها تعجبكم وشكرا ديروا لي لايكات ديروا لي القلوبه انا خدامه من بعد غادي ندوز لش سميتو بالليل حتى نصلي العشاء ونعس بنتي وندير لايف في انستغرام يلا شكرا وكنتمنى شي يعجبكم